قال لك ان احمد جوليش يعني. لا ما تقلقش ده صديقي يعني مش متحمس. طيب برضو انا برحب بالاستاذ محسن الشاذلي. الحقيقه انا برضو بعتذر له ان انا نظري ضعيف ما كنتش فاكر هو دخل يعني. فانا برحب بالاستاذ محسن الشاذلي. انا شفته دلوقتي. طيب الاستاذ رزق حكيم والاستاذ لا كنت لسه هقول بس اسمك مش موجود عندي لكن كنت عاديه. طبعا انا فخور جدا باسم محمد لانه الحقيقه هو في خدمه الابداع بصراحه يعني. بصرف النظر محمد عن فكره المبدع وهو بيقدمه ده بيقدمه بيقدمه لنفسه. فتخيل لما الناس بتقدم لناس بتتعب ليهم يعني. سعادة كتير عليك يا ابني ربنا يبارك لك. مساء الخير عليكم جميعا واهلا وسهلا في كل صباح الحضور. انا بكون في منتهى السعاده وانا في وسطكم. انا اللي بتبقى سعاده ربنا كان بيتحكم. اخر مايك مفتاح ما بين الدفه والدوران وانا تايه في احساني بلمني في ثوب بلون بهتان ولا المظلوم ولا الجاني وحب الدنيا ظلم بظلم حبسني جوه حرماني كاتبني جوه كرسته باسمي كمان وعنواني. خيوط دايره افكار كتير متشعلقه في خيوط حبال قلبي الجريء وحاجات كتير متعلقه لسه محتاجه التصوير ووشوش كتير جوه مني عماله تنهش في الضريح وش بمعنى وش بلون وش الكذب معاه مسجون وش يصبح علشان حاجه وش يغشك مهما يكون احزان احزان بتخبط في جروحي وسكوتي بيزعل من بوحي وتبحت بكلمه بلاقي ملام من كل خيوط ساكنه في روحي في الشعر بقول وبقالي زمان وكلامي يملى 200 فتات وحصار وحصاره يكفي اهل الارض علشان الحرف يا ناس بمثال افكار بتخبط على افكار ارواح لها جنه وارواح نار وعذاب وحساب ساكن روحي ازاي جوانا يا ناس اشرار وشوش الطيبه بتتاب في ملامح دايره في كل مدار في الجنة يا ناس عايشة ملايكة ومفيش وسطيهم ناس كفار. في خيوط تلاقيها ذهب وحرير وخيوط تتشابه مع خنازير وخيوط تتوصل أحلامك لجزيرة تسكنها العصافير. وخيوط تتشعلق وخيوط تتشعلق في دماغك وتشدك على سكة نظيفة وخيوط تتحطم أحلامك وتكسر تاني في مجاديفك والقلب المتشعلق تاني ما فيهوش من وصف التعريفة والقلب المتشعلق تاني ما فيهوش من وصف التعريفة. شكرا 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 جزيلا.